أما عن قيام الليل تصلي 12 ركعة ثم بعد تزيد في البيت فالأمر في ذلك كله واسع. قال فريق من العلماء أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، الأمر في ذلك واسع جدا والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد. وقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فالأمر في ذلك كله واسع. صليت 12 ركعة في المسجد ثم زدت في البيت فالأمر واسع ولا مانع منه والله أعلم.